اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه في سبيل اقرار العداله من قبل اتحاد الكوره فيما يخص لجنه الحكام، كان في قرار ايجابي جدا انه قال ما يخص تشكيلات لجنه الحكام اللجان الرئيسيه والفرعيه، اي حد له اقارب لغايه الدرجه الثانيه او الثالثه او يحظر ان هو يكون موجود في تشكيل اللجنه. وده كان عطفا على وقعه حصلت. الكابتن عزب حجاج والراجل الدكتور وله كل الاحترام والتقدير، بس ابنه موجود كحكم فبالتالي بيتعاقب. فانت منتظر ايه من اب يعاقب ابنه؟ ما ننتظرش اكتر من مشاعر الابوه. فبالتالي من الظلم للحكم اللي شغال ان ابوه اللي يقيمه او ابوه اللي يقرر له او ابوه اللي يسند له او حتى ابوه اللي يعاقبه. فبالتالي كان قرار ايجابي جدا. كل اولياء الساده الامور الحكام تعالوا لي على جنب، في تشكيلات اللجان لا مش هينفع. وده قرار ايجابي جدا. بس كمان حتى في التحليل، كابتن الشناوي راجل له كل التحيه والتقدير وخبرات ومحاضر دولي، كنت انتظر منه انه امبارح في اون تايم سبورتس يعتذر عن تحليل فقره الحكام، ومعاه في نفس الاستوديو كابتن سمير عثمان، لانه حكم الفيديو. ما انا مش هقدر اقول له مشي ابنك من المباراه، بس على الاقل ما تنتظرش من اب بيقيم ابنه انه يجي على ابنه. فكان اعتقد درءا للشبهات ومنعا للحرج كان الكابتن الشناوي نفسه ما يحللش هذه المباراه، لانه الحقيقه كان مهتم جدا يبرأ ساحه حكم الفار. طبعا الفار اللي كان هو البطل المباشر في حدوته امبارح.